بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان يوم الدين. اليوم بنتعلم واحدة من أسهل الطرق لتصميم الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون في أقل من 30 دقيقة بدون أي خبرة للمبتدئين والمحترفين من خلال واحد من أشهر المواقع التي تستخدم في ذلك، وهو موقع فيوند. هذا الموقع الذي كان يسمى فيما مضى جو أنيميت. رابط هذا الموقع سوف تجدونه في قناة الوصف الديسكريبشن. كل علينا هنضغط على الرابط هيتم الانتقال مباشرة إلى الموقع. اللي متظلل ده هو رابط الموقع، حضرتك لما هتضغط عليه هيبدأ يظهر الموقع على هذا النحو، هيديك تلميحة صغيرة بيقولك موقع جو أنيميت أصبح الآن في يوند. في البداية أنت بتستعرض هذا الموقع، بتستعرض الإمكانيات الموجودة فيه، وبتشوف الفيديوهات اللي تم تصميمها والشركات العالمية اللي بتتعامل والإمكانيات والمهارات. بعد ذلك بتقوم بإنشاء حساب. لما تيجي تنشئ حساب هتضغط على فري تراير، ومن خلاله هتقوم بإنشاء هذا الحساب. وبعد إنشاء الحساب هيبعت لك إيميل، من خلال الإيميل تضغط على رابط الاكتيفيشن، هيتم الانتقال مرة أخرى للموقع، هيقول لك تم تفعيل الحساب، وتقدر من خلاله تدخل عن طريق لوج إن بالإيميل وبالباسورد الخاص بيك. عند الضغط على فري تراير هيتم الانتقال إلى النافذة اللي قدام حضراتكم. أول ملاحظة بيقول لك إنك استخدامك للموقع ده بيكون مجاني لمدة 14 يوم. لو حضرتك عايز تكمل لازم عن طريق الكريدت كارت تدينا البيانات ونقوم بتفعيل حسابك. لما تيجي تنشئ الحساب هيكون قدامك ثلاث طرق، يا إما بالإيميل، يا إما عن طريق جوجل، يا إما عن طريق 365. أنا هضغط على عن طريق الإيميل. نشوف البيانات المطلوبة، بتدخل حضرتك الاسم، ممكن ما يكونش اسم حقيقي، بتدخل اللقب، ممكن ما يكونش لقب حقيقي، ثم بتدخل اسم الشركة، ثم بتختار الوظيفة من ضمن الوظائف الموجودة، ثم بعد ذلك بتكتب رقم التليفون، لازم يكون حقيقي ولازم يتناسب مع الدولة اللي انت فيها، لأنه مباشرة بيتم قراءة اليو ار ال الخاص اللي انت دخلت بيه وعارف انه من مصر. ثم بتكتب حضرتك الايميل، يبقى حضرتك بتكتب رقم تليفون صحيح وايميل صحيح، وتكتب باسورد، وفي الباسورد لازم يكون الحرف واحد على الاقل كابيتال وباقي الحروف سمول وارقام، وبتوافق على اتفاقية الشروط. ثم بعد ذلك تضغط على ساين اب، يتم ارسال ايميل لحضرتك، من خلال هذا الايميل هيتم التفعيل. طيب لو احنا دلوقتي عندنا حساب مسبق هنعمل ايه؟ او فعلنا حسابنا هنضغط على لوج ان. لما حضرتك تضغط على لوج ان هتبدأ هنا تدخل الايميل الخاص بيك، وفي نفس الوقت هتدخل الباسورد، هيتم الدخول الى نافذة العمل الموجودة في الموقع. تعالوا بينا نضغط على لوج ان مع حضراتكم. ضغطنا على لوج ان، بندخل الايميل، بندخل الايميل مع حضراتكم زي ما احنا شايفين، ادي ايميل وهم اهوت، بس انا انشأت بيه هذا الحساب. ثم بعد ما كتبته هتقول له كونتينيو، وتكتب الباسورد، تضغط على لوج ان. هيتم الدخول الى الموقع اذا انت قمت بعمليه التفعيل من خلال الايميل الخاص بيك. في البدايه الشاشه هتطلع قدامك، مش هيكون فيها اي مشاريع او اي افكار، لكن شاشتنا اللي هتظهر قدام حضراتكم هيكون فيها عدد من الرسوم المتحركه وافلام الكرتون اللي سبق انا انشاتها. اذا الخطوه بتاعه حضرتك هيقول لك المده الزمنيه اللي فاضله قد ايه، ثم يظهر الفيديوهات او الرسوم المتحركه اللي حضرتك قمت بانشائها. ثم بعد ذلك المطلوب منك انك تضغط لي على ميكا فيديو، انا عايز انشئ فيديو، دي الخطوه صحيحه. ثم بعد ذلك هتظهر قدامنا هذه الشاشه، من خلال الشاشه دي بيعرض لك ثلاث تصنيفات. التصنيف الاول ناحيه اليسار ده تقدر من خلاله انك تنشئ رسوم متحركه او فيديوهات، لكن بامكانيات محدوده لان عدد الشخصيات والوجوه والتعبيرات والحركات محدود جدا. بينما اللي على جهه اليمين ده الوايت بورد، انك انت بتنشئ من خلال اليد، بتنشئ شخصيات وتركب وبتمسح والكلام ده كله، برضو ده مش
فيديو اليوم، لكن ان شاء الله هندي فيديو مجمع للوايت بورد. اللي يهمنا انا بقى اللي هو البيزنس فريندلي، اللي هي اللي في الوسط، الوسط اللي من خلالها هنعرف ننشئ فيديوهات بشكل احترافي، هننشئ رسوم متحركه، هننشئ افلام كرتون، امكانيات ممتازه جدا. هاجي ضغط على سيلكت ستايل، لما نضغط على سيلكت ستايل تبدا تظهر قدامي مساحه العمل واشرطه الادوات والشريط الزمني. وفي البدايه هو بيديك هديه، بيديك قالب او بيديك رسم متحرك هديه في البدايه. ثم تظهر هذه النافذه اللي بيعمل استكشاف للادوات الشريط الزمني او الرسومات. هتستغرق عدد معين من الثواني او الدقائق لان بيكون في ضغط كبير جدا على هذا الموقع. قد تظهر قدامك رسومات توضح لك الوقت المتبقي، وقد لا تظهر على حسب السرعة الموجودة. هننتظر الى ان ننتهي من هذه وتظهر قدامنا مساحة العمل. بعد ظهور مساحة العمل بيديك هو قالب جاهز بخلفية بشخصيات باشكال تكون موجودة قدام حضرتك على هذا النحو، لعل وعسى انك تقدر تستفاد منها وتقدر تحدد الشخصيات وتلغي العبارات، وده اللي احنا هنتعلمه مع حضرتكم. في البداية انا مش عايزها، لان انا هنبدأ دلوقتي نشرح الحاجات الفعلية. بتحددها وتضغط على ديليت من القائمة المختصرة، وكان ممكن تحددها وتضغط على رمز سلة المهملات من شريط الادوات العلوي. ثم بعد ذلك هتضغط على علامة زائد ديت، ادي مساحة العمل وادي الشريط الزمن اللي بيظهر فيه المشاهد وتظهر فيه الموسيقى. لما ضغطت على علامة زائد قدامي ثلاث اختيارات. الاختيار الاولاني ان انا بختار احد القوالب الجاهزة اللي اقدر استفاد منها بكل سهولة ويسر واجري بعد التعديلات بعد ذلك. هنضغط عليه على هذا النحو، ده الاختيار الاولاني. تبدأ تختار قالب، وليكن القالب ده خاص بالتعليم، نختار education التعليم. يبدأ يديك نماذج او مشاهد، تبدأ تختار اي مشهد. ادي المشهد الاولاني واحنا عند المدرسة. اول ما تضغط عليه بيتم اسقاطه او توقيعه او ادراجه داخل مساحة العمل. يبقى ده المشهد الاولاني. بعد ذلك هتبدأ تضيف مشهد تاني، ما تعملش اي اجراء لحد ما يتم تضمين او اضافة العمل الفني كامل، يبقى لازم تنتظر، وده متوقف على سرعة النت الموجودة عند حضرتك. انتهينا منها، اقدر اضيف مشهد تاني على هذا النحو. اضغط على علامة زائد واختار choose template. ولسه احنا في الادوكيشن هنبدأ نختار المشهد، وليكن هذا المشهد الطلبة بيتقابلوا قدام الجامعة او قدام المدرسة. نضغط عليها فيتم تسقيطها او ايقاعها. هننتظر الى ان يتم اظهارها زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. يبقى ده المشهد التاني. المشهد التالت وهم جوه، اضغط على علامة زائد واختار choose template. ومن choose template لو انت عايز تتخطى مرحلة التعليم وتروح لمرحلة البيت او المسرح او 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 تضغط على هذا السهم. نشوف دلوقتي وهم موجودين جوه في القاعة اهوت، وليكن ديت اهمت مع حضراتكم. اضغط عليها فيتم اضافتها. اصبح عندنا ثلاث مشاهد، ولكن هناك المشهد الاولاني هناك مشهد خالي. هنتظر الى ان يتم الادراج. اضغط عليه كليك يمين واختار ديليت. اصبحت عندنا المشاهد بالحركات، اقدر اركب عليها الصوتيات، ودي المهارة التالية. ثم تعالوا بينا نضغط على بريفيو معينة. نضغط على معينة، هيتم عرض المشهد الاولاني وبعد ذلك الانتقال الى المشهد التاني. انتهينا من المشهد الاول، المشهد التاني، ثم عرض المشهد الثالث، وهكذا والى ان ننتهي منها. لو حضرتك راغب في اجراء تعديلات لازم تنتظر لنهايه الفيديو عشان تتعلم ازاي تضيف حركه او صوتيات او خلفيات. الكلام ده كله هنقوله مع حضراتكم، او اشكال معينه. يبقى دي خدنا حاجات جاهزه. كان ممكن انك تضغط حضرتك على هذه العلامه نختار المشهد الثالث، ونقدر ناخد بالنا المشهد انا اقدر ازود مدته الزمنيه. لما انا بقف عليه تظهر المده الزمنيه الخاصه بيه هو حوالي خمس ثواني. اقدر اقف على الخط الفاصل كده وازودها. يبقى هو بيديها لي دلوقتي هي 5 ثواني و8 من 100. اقدر اضغط كده واسحب ازود المدة الزمنية. يبقى المشهد ده هيتعرض في كام؟ في 9 ثواني. يبقى تقدر تكبر مساحة العمل، ممكن بثلاث مشاهد تقدر تعمل دقيقة ودقيقة ونص ودقيقتين وثلاثة. تعالوا بينا نكرر هذا المشهد بقى، احدده واجي ضغط على علامة زائد ديت واختار continue last scene، يعني عيد لي تكرار المشهد الاخير. يبقى ادي المشهدين قدام حضراتكم على هذا
النحو، وبعدين تقوم بعمل معينه. طيب لو ضغطنا على علامه زائد ديت هنختار دلوقتي اضافه مشهد فارغ، اد بلانك سين، هيضيف لي مشهد فارغ. انا هقوم بالغاء كل هذه المشاهد بحيث ان انا اقوم بانشاء المشاهد واحد تلو الاخر يدوي مع حضراتكم. هلغي هذه المشاهد وممكن احدده واجي ضاغط على ديليت من شريط الادوات اللي جنب بريفيو، ده شريط ادوات وفي شريط قياسي اللي تحتيه، وممكن اضغط على دي على ديل من لوحه المفاتيح كاختصار مع حضراتكم. هنبدا بعد ذلك نتعلم ازاي ننشئ المشهد. اصبح العمل الفني فاضي خالص، اضغط على زائد. لا مش عايز بقى انك زائد وتختار اد بلانك، خلاص انت المشاهد فاضيه عندك. هنبدا دلوقتي نشرح طريقه العمل بتاعتنا. بالبدايه عايزين نشرح شريط الادوات القياسي او الرئيسي ده، تمام؟ شريط الادوات القياسي ده وده شريط المساعد. شريط المساعد ده في تراجع وفي عكس التراجع وفي نسخ وفي لزق وفي مسح وفي حذف وفي عمل معينه وخروج من معينه وفي حفظ العمل اللي هو كل حوالي 3 دقايق بيتم الحفظ تلقائي او حضرتك تضغط على سيف، وفي عمليات دي هتكون في اخر الفيديو، عمليات المشاركه وعمليات التحميل. ثم بعد ذلك الشريط القياسي هنبدا باللون الابيض دهوت البيس كلر اللي هو اللون الاساسي، تضغط عليه تبدا تختار اي خلفيه لونيه بهذا الوضع او تختار من ديت، تبدا تشوف الوان ثانيه، تبدا تختار البيز اللي حضرتك عايزه. نبدا نجرب هذه الالوان وهذه التشكيلات زي ما حضرتك بترغب، تمام؟ ديت حاجه. تعالوا بينا نختار اللون الابيض وننتهي من هذه الجزئيه. يبقى ده البيس كلر الخاص بينا اهوت، هنختار اللون الابيض. طيب اللي جنبها الباك جراوند اللي هي الخلفيه، الخلفيه في البدايه بتكون نان. الخلفيه اللي هي هل الخلفيه مدرسه، بيت، حديقه، ده كله مهم جدا. الخلفيه من اهم الادوات اللي لازم تستخدمها. هنضغط على الخلفيه تبدا تختار هل عايز نقوش باترن، تبدا تختار الباترن اهوت وتبدا تختار الاشكال الموجوده وليكن هذا الشكل. شوف كده شكل كده هذا الشكل. بعد ما تختار الشكل بينزل بلون، تقدر تروح للكلر وتغير اللون، بيبقى فيه تناسق ما بينهم بهذه الطريقه. ارجع تاني للخلفيه ومن الخلفيه ابدا اختار النقوش، جربها وابدا اختار كون شخصيتك بالنسبه للبرنامج. تعالوا بينا ان احنا نختار الاماكن، كل ده من الخلفيه. هنبدا نختار الاماكن وليكن اول مكان عباره عن هذا المنظر بالنسبه للجنينه، بنختار عليه فبيتم ادراجه على هذا النحو، وبعدين بيكون في سيناريو مسبق انت هتعمل ايه بالنسبه للفيلم او الرسوم المتحركه. كذا مشهد، المشهد فيه ايه؟ عدد الشخصيات هيقولوا ايه؟ الموسيقى، الموسيقى التصويريه، الكائنات، التاثيرات، كل ده لازم يكون جاهز. بعد ما ادرجنا المشهد الاولاني من الخانتين دولت، تعالوا بينا نروح للي هي الاساس او البروبريتيز او الخصائص ديت اللي هنختار منها الاشكال اللي هيتم اضافتها. عايز تضيف حيوانات، عايز تضيف اساس، عايز تضيف ديكورات، عايز تضيف اغذيه زي ما انت عايز، ولكن نضيف الاول انيمال اللي هي الحيوانات. عندك تشكيله كبيره جدا من الانيمال، هنختار انيمال بيتحرك وليكن زي ده مثلا كده اهوت او زي ده، اضغط عليه مره واحده فيتم ادراجه على مساحه العمل. اقوم بعد ذلك بتحريك القطه ديت والتحكم في حجمها عن طريق الهندل الموجود ده اهوت، اصغر حجمها شويه بالطريقه دي كده. يبقى ديت اول حاجه. وتقدر تعمل معاينه بريفيو عشان تقدر تشوف انت توصلت لايه وتشوف مدى حركتها، وممكن تختار كائن تاني بيقوم بعمليه الحركه. نبدا كده نشوف، دي ما فيهاش حركه ما فيش مشكله، تقدر تغيرها، تقدر تغيرها عن طريق انك تحذفها وتضيف كائن اخر. ضغطت على ديليت هنختار كائن اخر من اهوت بيتحرك وليكن زي ده كده اهوت. نبدا نحركه، نبدا نتحكم في حجمه زي ما انت عايز، اعمل معاينه. خلاص احنا اتعدينا المرحله ديت، ابدا اتفرج على كل الكائنات، حدد الكائنات اللي انت هتستخدمها بالظبط، اعمل تراجع من هذه الخانه. ثم بعد ذلك لو انت عايز اساس فرنتشر اهوت، نضغط على الاساس. عايز تضيف كنبه مثلا، عايز تضيف كرسي اللي انت عايزه، نضيف كرسي اهوت، ادي كرسي ونبدا نحركه بهذه الطريقه.
ونبدأ نتحكم في حجمه، ونبدأ نضيف كرسي تاني، نبدأ نضيف كرسي تاني مع حضراتكم. ننتظر. هنا انا حركته اهوت، عندي اكتر من واحد مفيش مشكلة، الغي واحد منهم، الغي واحد منهم وده يكون كده موجود كده قدامي بهذه الطريقة. بعد ما استعرضت الاشكال الموجودة واخترتها، واخترت الخلفية، اخترت مكتبة، اختار زي ما حضرتك عايز. هنتجه الى الشخصيات، نبدأ نختار الشخصيات. عندك عدد كبير من الشخصيات، ونختار مثلا الكاجوال، نختار هذه الشخصية، نختار هذه الشخصية زي ما احنا شايفين فيديو اوتو سيفد، تم حفظه تلقائيا. ودي شخصية اهيت، هتكون الشخصية دي هنا كده مثلا، وتبدأ تحط شخصية تانية وشخصية تالتة بحيث انك تعمل حوار. يبقى احنا اخترنا من هنا الاساس، اخترنا من هنا الشخصيات، هنا هوت الرسوم البيانية، هنا عملية الكتابة. لو الشخصية دي انت عايزها تتكلم عن طريق الكتابة، يبقى الحوار يكون مكتوب. هنبدأ ضغطنا عليها، نبقى جايين ضغطين عليها دبل كليك بحيث انه بيتم تحديدها مع حضراتكم وكتابة العبارة اللي احنا عايزينها اهوت. هكتب العبارة اهلا وسهلا باللغة العربية، اهلا وسهلا، خلاص. بعدين نضغط تاني على مساحة العمل، يبقى ده الحوار اللي هينقال، واحط الشخصيات زي ما انا عايز. انا هقوم دلوقتي بالغائها بهذه الطريقة، تمام. لو عايزين نحط صوتيات، ابدأ الصوتيات، ابدأ اختار اي صوت من الصوتيات ديت. ده صوت مدته 3 دقائق و58 ثانية، ده صوت مدته دقيقتين، نختار الصوت ده، هيتم توقيعه في هذه الخانة. انتظر حتى يتم تضمين الصوت من غير عمل اي بريفيو، هنتظر الى ان يتم تحميله، وهتلاحظوا ان الصوت مساحته او طوله اكبر من طول المشهد، فالوقت ده يا اما تصغر طول الصوت. تعالوا هنا كده نعمل معاينة، تمام. لاحظنا انه صغير، ممكن انت تطول المشهد او ممكن تقصر الصوت. نطول المشهد كده، وفي نفس الوقت نقصر الصوت. نحرك شريط الادوات اهوت لحد ما نجيب اخر الصوت بحيث انه يتناسب مع حجمه، تمام. ونبدأ نقصر حجم المقطع الصوتي، بحيث نتناسب مع طول المشهد. في فيديو اخر هنتعلم ازاي نسجل الصوتيات باكتر من لغة، بحيث اهوت احنا كده اهوت خلاص تمام كده. لما نيجي نعمل بقى بريفيو معينة، نشوف كده مع حضراتكم. تمام، مظبوط كده. قمنا بعمل عملية ضبط بالنسبة للمشهد مع الموسيقى. إذا احنا استعرضنا هذه الأشكال، ده خاص بإنك تعمل أبلود شخصيات معينة أو موسيقى معينة داخل هذا الموقع. وكلمة Untitled هنا على أساس إنك حضرتك تقوم بتسمية هذا الفيديو باسم معبر. وبعد ذلك هنبدأ دلوقتي نتكلم على التعامل مع الشخصيات. هنبدأ نضغط نهوت على الشخصية، لما تضغط على الشخصية هتبدأ تظهر أيقونات جديدة. الأيقونة الأولانية هنبدأ نتكلم عنها اللي هي أيقونة الأكشن، نضغط على أيقونة الأكشن مع حضراتكم. من أيقونة الأكشن هنبدأ نختار هي هتعمل إيه، هل هي في المطبخ، هل هي بتعمل درينك، بتاكل، تعبيرات معينة. تبدأ حضرتك تختار الشيء المناسب بالنسبة لك، وليكن هنختار ارت ميوزك، وبعدين نختار حاجة معينة وهي معاها الجيتار مثلا اهوت، ادي تعبير اهوت. هيبدأ تطبيقه مباشرة على هذه الشخصية بهذه الطريقة. يبقى هي ديت اللي هي خاصة بالتعامل اللي هي
سميناها الاكشن، تبدا تختار اكشن، ادرس كل اكشنات كويسه جدا عشان وانت بتقوم بهذه العمليه. انا هعمل تراجع لان انا محتاجها في حته تانية، هعمل تراجع كده. تعالوا بينا بالنسبه للتعبيرات، تعبيرات الوجه هيكون عندك حاجتين، تعبير في الوجه اكسبريشن، وهيكون عندك اتجاه هذا التعبير. هنبدا نختار التعبير وليكن التعبير انجري. نبص كده هيبدا يتغير دلوقتي، هيبقى في غضب شديد بالنسبه لها، رفعت حواجبها اهوت. ممكن دلوقتي اخليها دلوقتي تتكلم وهي انجري، ابدا اتحرك لحد في اخر ثلاث تاثيرات اهو، بتتكلم وهي انجري، هتقعد ايه وهي غضبانه تفتح بقها وتبدا تتكلم. اقدر كمان ان انا اختار الدايركشن، الاتجاه، الاتجاه التعبير ده فين، يمين ولا شمال، والله خليه يمين. هنشوف دلوقتي اتجاهها هيروح فين، غير اتجاه الوجه، الوجه بقى بالطريقه ديت. لو تعالى بينا نعمل كده بريفيو، نبدا نشوفها كده مع حضراتكم. تتكلم وغضبانه والقطه ورا بتتحرك، هنعمل خروج. يبقى انت لا ما تنساش انك قمت بتحديد الشخصيه الاول، لو انت مش محدد الشخصيه مفيش ايقونه الصوت ولا ايقونه الحركه ولا التعبيرات هتظهر، يبقى لازم تحدد الشخصيه. لما تحدد الشخصيه خلاص اتكلمنا على الاكشن، اتكلمنا على التعبيرات. حضرتك عايز تسجل حاجه صوتيه هي تتكلم بيها، هضغط على الديالوج، ومن الديالوج اختار اد ديالوج، ومن اد ديالوج ابدا اختار وليكن اللي هي المايك مثلا، المايك، واضيف تعبير صغير هقول له سجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيتم عمل اخراج بالنسبة لها ومعالجة، وهيتم اضافتها على الشخصية، والشخصية ظاهرة قدام حضراتكم، لان لو في اكتر من شخصية هنقدر نضيفها بكل سهولة ويسر، نضيف عليها الصوتيات. لو انت عايز تسمع اضغط على دي. خلاص هنا بنتحكم في قوة الصوت، هل الصوت قوي هل الصوت ضعيف. زي ما حضرتك لو الصوت 200% مثلا، هتبص تلاقي على الاثر بتاعها هنا اهوت في الصوت، تلاقي فيه درجات معينة من التموج. لو قلنا ان الصوت منخفض 10% هيبقى لها طريقة معينة، وهكذا تقدر تعدل زي ما حضرتك عايز بالنسبة للصوتيات. هنعمل دلوقتي خروج، ان احنا نضغط على هذا الكائن، ثم تعالوا بينا نحدد الكائن مرة اخرى. ادي الصوتيات والتعبيرات. هنتكلم على الحركة اللي هي الموشن باس، عايزين نعمل حركة لهذا الكائن، فبضغط على الموشن باس، ومن الموشن باس هبدا اختار المسار الاولاني، وبعدين اختار عمليه التاخير او مده هذه الحركه. هنبدا انا اهوت نختار وليكن مثلا في خط مستقيم، اخترنا خط مستقيم، نقطه البدايه اللي هو واقف فيها واتحرك ناحيه اليمين، ولا نقطه البدايه اللي هو واقف فيها واتحرك ناحيه الشمال، وليكن ناحيه اليمين على هذا النحو. تعالوا بينا نشوف هي دي هتبقى حركته لو عملت انا بريفيو. وبعدين هنا بتحكم على الوقت، ينتظر وقت قد ايه عشان نقوم بهذه الحركه، ومدة هذا الوقت. هنعمل معاينة. تمام، وهكذا وهكذا. تمام، هنرجع دلوقتي مرة أخرى لتحديد الشخصية، لتحديد الشخصية، ومن تحديد الشخصية عرفنا الصوتيات، عرفنا الحركة. هنتكلم دلوقتي على ادخال تاثيرات، افكت تاثيرات. هنبدا نختار هذه التاثيرات والتعامل معها، وليكن التاثيرات ديت هاند سلايد، نضغط عليها ونختار الطريقه بتاعتها، نختار الطريقه بتاعتها. تعالوا هنا كده لو عملنا معاينه، نعمل معاينه، يا ريت خدنا بالنا ايد، والايد دي بتحركها، يبقى احنا جبناها منين؟ هنعمل اكزيت خروج. يبقى جينا دلوقتي ادي التاثيرات، التاثيرات اللي بيتم اضافتها عباره عن هاند سلايد، عباره عن ايد، وبتقوم بعمليه تحريكها ناحيه اليمين او ناحيه اليسار زي ما حضرتك عايز. يا ريت تجرب هذه التاثيرات. خلصنا هذه التاثيرات كلها، هنا بنخرج من هذه التاثيرات.
بعد ما حضرتك بتخلص العمل الفني ده، المشهد الاولاني بتضيف المشهد الثاني والمشهد الثالث والمشهد الرابع، ومن خلال هذه المشاهد تقدر تضيف حركات انتقاليه ما بينهم. خلصت شغلك كله تمام و100 100 وقمت بعمليه قوم بعمليه حفظ بالنسبه لها، ثم قوم بعمل معاينه. بعد ذلك هناتي دلوقتي ازاي تستفاد من هذا العمل الفني. عشان تستفاد من العمل الفني لازم انك تنزله عشان تقدر تستفاد بيه. فقدامك انك تعمل مشاركه وقدامك انك تعمل داونلود. لما تيجي تعمل مشاركه هيطلب منك انك تعمل ابجريد. ادي المشاركه، بيقول لك ادي اللينك اللي انت هتكتبه، اللينك اللي انت هتكتبه على اساس تعمل بيه مشاركه، بس لازم تعمل ابجريد الاول. تعمل ابجريد الاول يعني بيكون بمقابل، او ان حضرتك تعمل داونلود. لما تعمل داونلود لازم من هنا لازم تعمل ابجريد برضه، وابجريد ده بيكون بمقابل، المقابل ده بيكون بالفيزا كارد. طيب لو احنا ضغطنا عليها هيتم فتح نافذه جديده، هيتم فتح تبويب جديد. من هذا التبويب هيعرض لنا طرق التفعيل للاستفاده وحذف العلامه المائيه، طرق التفعيل للاستفاده وحذف العلامه المائيه. يقول لي البعض يقول لي ايه، انا حاليا مش جاهز، ما عنديش مقدره ماليه ان انا اقدر احول. في بعض البلدان بيتم ذلك، في بعض البلدان ديت بتكون مبالغ زهيده جدا ويقدروا يحولوا ويقدروا يستفادوا من هذا الموقع. بقول لحضرتك ان ابحث عن احد البرامج هنا اهوت، ادي الطرق اهيت، على اساس ان يكون عمليه الانتاج الفيديوهات غير محدود وتقوم بعمليه التحميل. وبيقول لك دلوقتي هل انت عايز التكلفه شهري ولا سنوي، لو سنوي بتقوم بتحركها الى انوال، لو مانثلي بتبقى شهري، لو سنوي عندك اربع حاجات: اسينشال ب 299 في السنه، البريميوم ب 649، البروفيشنال 999، وبعد الانتربرايز ديت عن طريق التعاقد الخاص. لو شهري اهوت هتبدا تتغير النتائج، هيقسمها على 12، فانت ممكن تتعامل بالاسينشال وتشوف مزايا وعيوب كل واحده منهم على اساس تقدر يكون في كفاءه وفعاليه بالنسبه لاستخدام هذا الموقع. هتقول لي طب انا استفاد بيه ازاي بعد ما عملت هذه المشاهد؟ اقول لحضرتك ابحث عن احد البرامج زي كامتازيا او سيجيت او غيره اللي بتقوم بتصوير الشاشه. شغل البرنامج، شغل البرنامج، قوم الاول بعمل معاينه بعد ما تعد المشاهد بتاعتك. الرسوم المتحركه بيكون 30 40 50 مشهد، 30 40 50 مشهد دولت انت عامل لهم سيناريو، نفذهم وخد وقتك واحفظ عملك وتاني يوم كمل عملك. عمليه اعداد الرسوم المتحركه او الافلام الكرتونيه ممكن تقعد شهرين ثلاثه لحد ما تقدر تطلع شغل كويس ومتميز. بعد ذلك اعمل بريفيو وشغل برنامج تصوير الشاشه، هيسجل لك العمل الفني ده بس بالعلامه المائيه، وتقدر من خلاله تعمل عمليه بابلش، عمليه نشر، وتقدر تستفاد منه. ان شاء الله هيكون في فيديو اخر اللي هو كيفيه تركيب الصوت على الشخصيات والاستفاده منها بطرق متعدده واكثر من لغه. اتمنى اكون وفقت في الشرح. تقبل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.